في الطقس، تكلم، خلي على الأقل عندك معلومات، لا تكون جاهل، جدد بالمعلومات، اقرأ. أقسم بالله أنه نعرف الشخص اللي عنده علم واللي ما عنده علم. الجاهل حديثه ما يدري شلون. لذلك في فرق بين المعرفة والمعلومة. مين يجيبها؟ ما أبغى واحد رفع يده وتكلم، أبغى اللي ساكت. بين المعرفة، أنا جبت لكم معرفة ولا جبت لكم معلومة، إيش الفرق؟ في أبغى أو تركي عليه السلام تفضل. المعرفة طال عمرك اللي هو أنها عرف الشيء ودرسها أكثر من مرة، يعني واصل معه. حلو. والمعلومة أنك شيء أنت تقرأه وتتعلمه وتتعرف هذا كيف وهذا متى وهذا كيف صار، أنك تتعلم كذا. طيب أبغى واحد يبعدي يوضحها. فايز ما تكلم، تركي تفضل. سم؟ التجربة. طيب حلو. ما جربتها بس عندي. جميل. كل واحدة تساند الثانية وتعنز بها. غيرك تفضل. أنت تكلمت. لا أفع عليك. عيوني لك. وحيدي من أول يوم. عيوني لك. الله يطول عمرك. مع الصبر. شفت صبرت بالضبط. تفضل. أسلم. المعرفة والمعلومة نفسها زي ما تقول الشخص اسأل مدرب ولا تسأل طبيب. ممتاز. المعرفة بحيث إنك قد جربت. والمعلومة عندك معلومة بس ما قد جربتها. حسنت. فهمت هذا المقصد. هذا المطلوب. هذا اللي دائما نشوفه يعني فرضا سعود. بلاوني. بلاوني. علمك إياها. أما المعرفة شيء أنت تعرفه ومارسته. هي الممارسة أكثر شيء. يعني أعطيك مثال بسيط. الحين مثلا عندك كتاب مثلا في الدين، كتاب التوحيد الأصول الثلاثة. ليش تشوف؟ طيب أنا خلنا أقرأه وأصير شيخ. ليش أروح الحرم وأقعد قدام الشيخ وأقرأ منه وأسمع؟ ليه؟ لأنه قاعد يعطيني معرفة، واللي قريت أنا وشو؟ معلومة. ترى بإمكاننا ندرس الجامعة وكلنا نقرأ في المعلومات وتعليم ذاتي، لكن يوم تسمعها من الدكتور، تسمعها من الشخص المتخصص، هذا يعطيك معرفة. فهذا فرق بين المعلومة أنت يمكن تحفظها بعد شوي تقولك والله عطني يا سعود فايز عطني مثلاً عن الذكاء الاصطناعي، بيروح يقرأ لي كم كلمة يرجع. أعطيك التعريف. بعطيك خمس سنوات تقدر يعيد لي المعلومة؟ استحالة. إزي كم إزي جو. المعلومة اللي تأتي بسهولة تذهب بسهولة، لكن تخيل هو ممارسها وعارفها فيعترف إنه إن هذا الشيء. أنا مرة جاني قال أنا باك تقدم برنامج في سدايا، تعرفون سدايا؟ إيه معروف. ذكاء اصطناعي. قلت ما عندي خبرة. قال لا بس أقرأ محاور ونزل. قلت لا ما كذا ما أقدر أضيف. لا 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 ما. ليه؟ لأنه بيجاوب الحين جاء قال والله هو تركيب المدري إيش والداتا مداتا ومدري إيش. أنا ما أعرف رد عليه. يصير شكلك. إيه فاقترحت قلت عبد الله السبع، تعرف عبد الله السبع؟ عبد الله السبع ترى تقني يمكن ما يقرأ المحاور. فلذلك في فرق بين المعرفة والمعلومة. أنا أقدر أجمع. لأنه اللي أنت بتسويه إنك قرأت معلومة هو معرفة عندك. أحسنت. هذا المثلث الثلاثي. طيب هذا في عملية الظهور الإعلامي قدام الناس لابد أن يكون عندك شيء متجهز له. قاعدة الصقر لن يطير إلا بجنحان. أن يريش. ريش. ريش لازم يطلع الريش. فبالتالي لا تتصدر أي معلومة أو أي معرفة. ليش؟ لأنه يوما ما بيسألك أي سؤال في جلسة ما أدري شلون واحد تصدر مثلا في فتوى. ترى أنت حافظ لك كم حديث ولا قرآن وبتروح تجاوب؟ لا، لأنه بيجيك سؤال لا 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 فتلاقيه يجاوب على هذا المرأة بنفس السؤال لكن بطريقة. ليش؟ مراعي شخصيتها، وهذه مراعي شخصيتها، وهذه مراعي ظروفها، وهذه هنا المعرفة. قبل نقاشنا هذا كله أنت قلت حاجة يعري قبل نقاشنا. يعري ممكن السؤال هذا يبي يعريك انه انت معلوماتك محدوده، انك مش ملم. مش عشان كذا انت حاول بقدر المستطاع ان تكون ايش مستعد لكل سؤال لكل جواب هنا في المعرفه. اما المعلومه انا بتجهز. ما تشوف مره طلع ميمز في واحد في امريكا يعني سوى برزنتيشن قاعد يتكلم عن راح شيء كتب بالعربي لا احد يسالني. شفتوها؟ كتبها بالعربي عشان ايش؟ اخوياه لا تسالوا لا تنكبوني قدام الدكتور. ليه؟ عنده معلومه ولا معرفه؟ معرفة. عنده معلومة. معلومة. ما يقدر يجاوب عليه. ما يقدر يجاوب عليه. هو محدي أنا ترى حضرت وأديت الواجب. المعرفة أبغى أبحر. وهنا تصل مرحلة الثقة. اللي صاحب المعلومة ليس لديه ثقة. معلومة قال لكم أنا حضرت لي مدري شعر عن مثلا المتنبي وجيت. جيتني قلت أحمد طيب متى مات المتنبي؟ أقعد بها. هنا عندك معلومة. بس. المعرفة أكثر غزارة من المعلومة وكمية معلومات. وش سببها؟ المعرفة. الاتقان. ايش سببها؟ ايش سبب اني وصلت للمعرفة؟ التعلم والممارسة والتجربة شيء زي كذا. احسنت. عشان كذا يقول لك دائما اذا بتحرص مثلا اللغة الانجليزية تدرس او شيء زي كذا. يعني الشيخ ناصر درس انجليزي وين؟ في بريطانيا. بريطانيا يقدر يدرسها هنا، لكن بريطانيا مثلا ليش؟ ما صل مرحلة يسمونها ايش؟ الانغماس. انت الان في مرحلة
يسمونه الانغماس، 90 يوم جالس كل الحديث بتسمع خلينا نروح كوفي ذاك الفلاني لا لا لا. ولا خلينا نمرك في اليووك تسمع ذي الحديث هنا لا فاقده. ايش تسمع هنا؟ اربيز تعالوا اجتماع مايك مدري. فانت في انغماس تطلع برا تحس انه شيء جديد عليك، واحد يقول لك خلينا نروح امرك ليه منغمس. طيب طلعت بالخبره السكيلز هذا طلعت فيه برا كمله كمله ليه توصل الى المعرفه ليه؟ لانه يجيك الحين واحد خريج برامج واقع يرجع مقدم برامج لا اصبر. انا في نظره يعني في وجهه نظري اصبر توك اول عيش وادخل دهاليز الاعداد وذا وبعدين اطلع. اما انك تطلع كذا قد تكون هش ودائما سقط فيها ناس كثير. اختم فيها ينجحون بعضهم مره ثانيه. انت الحين طلعت بمهاره سكيلز انغماس 90 يوم سمعت ايش معنى اربيز ايش معنى مايك مدري ستوري اديتر سمعت سكريبت